لعبة لوكي كرافت ومعايا صاحبي اسمه دود. يا نهار ابيض، انا كنت هموت اصلا. كنت وصل الفيديو دوت 40,000 لايك. لا يا جماعة، 100,000 لايك، 100,000 لايك. ماشي، 100,000 لايك. صاحبي بيقول كده. طبعا هنعمل بيت بالذهب يا عم. انا كنت اقصد ان احنا اصلا نبقى سرفايف مش كرييتيف. العبط ده. هنعمل دوت، يلا هنجمع شوية من دول. كسرها 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 كسرها. احنا عايزين بيجاكس عشان نكسر اكتر. يا عم استنى، هات يا جماعة لك كده، ماشي يا لك صاحبي، هجمع لك خشب عشان نعمل بيت اكس. ده 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 اخويا جدا. انا خلاص عرفت يا صاحبي، عرفت يا صاحبي. ايه قلبي قلت وبعدين استنى يا عم. خلاص كسر. ايوه كده، ايوه اعمل ايه. خشب. انا مالك ماي مالك لوك كرافت من اول مره. وبعدين يا عم هات بس كده استنى. وعليها هو النهارده يا شباب. يلا ماما شعر تمشي يا بنت. ماشي هنعمل من دي كده شجر بقى، نجمع شجر وايه ما شاء الله يعني، واسمه ما شاء الله يعني. هنعمل شجر كرياتي. ايوه احمد، هات السرير ده بكره لما يجي. خلاص يلا عشان ناخد نجيب بجاكس. يا شباب ما تنسوش توصلوا يا عم بتاع عشان ايه يا عم. انت ايش كل ده قلب تجمع في خشب يا عم؟ جمع نقطة شجرة تانية يا صاحبي. جنني يا عم. خلاص انا خلصت الشجرة. انا كده قربت اخلص الشجرة يا جماعة. يا عم تخلصت الشجرة يا عم عشان اجمع بجاكس يا ابني. طب هات. يلا بقى اعمل لك بقى، يلا بجاكس اعمل لي بجاكس. انت عارفها؟ اعمل لي بجاكس يلا اعمل لي. ايوه انا عارف الحته دي يا صاحبي. ايوه احنا معانا اربعه صح؟ عندنا سبعه. يا عم اصبر، احنا ازاي هنعمل بجاكس؟ فهمت. ايوه عارف. فهمت ازاي هنعمله. اقفل كده الحته دي. جاهز؟ محطين مش كده. تعالى. ايوه واحدة بس كده. يلا انتوا تعالوا. ايه فيه يا عم؟ ما بتعملي الجاكس يا صاحبي. اعمل الجاكس. مش عارفة اعمل بيك اكس. ما اما بتعمل كده ايه كده. ايوه يا عم اعملها ازاي؟ ايه انا جنان. وصل لاربعين الف، قصدي مليون الف. يا عم اسكت. لا هو اخره يوصل لمية الف. يا عم طب انا جعان، هاتلي بطيخ. ده مش وقت بطيخ دلوقتي، هات ده كده. تعالى نعمل احنا عملنا ايه؟ استنى اقفل اللعبة وعيدها ولا انا كنت. معلش يا جماعة، انا هنعمل حاجة في اللعبة كده، خلينا اسرع. ايه ده ماشي، خلينا اسرع شوية في البني البيت دوت. اهو ده هوت ماشي. ايه ده؟ Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday. ماشي يا شباب، احنا جاهزين وجاهزين ونعمل اقوى بيت ونطلع رأس الكاميرا. رأس التور. استنى ده عادي. ايوه ايه ده؟ يلا يا شباب احنا جاهزين. ايوه جاهزين. ايوه يلا حملها لكوكرافت. يلا يا كوكيت كرافت.
يلا امضوا يلا بس. يو اخر بيت الاعلانات دي يا صاحبي. الله استنى ما تدش انت على حاجه. ماشي هل بتحمل في كل حاجه؟ تمام هات بس انا فاهم في المسؤوليات ديت. ماليش دعوه هات لي بجد انا اول مره يعني. احنا اصلا خلاص بقينا سيرفايف يعني نقدر نعمل كل اللي احنا عايزينه. هو اللي انا جمعت شغل هيعمل لي بيكاكس زي الناس صح يا عم؟ انا اصلا ما بعرف اعمل بيكاكس. انت بتقول لي ليه بعرف يا عم؟ انا لسه اتعلمت حاجه. ايه ده عم انت عملت ايه؟ بص انت تقدر تجيبها وكل حاجه براحتك، كل الاسلحه براحتك. ماشي شكرا. تقدر تجيب كل حاجه بس يا صاحبي انت تقدر تشتري تي انت عادي براحتك من غير ما حد يضايقك. وفهمت انت؟ ايه رايك نعمل بوابة ان اللي هو التنين، بوابة التنين احنا ديت. طب يا صاحبي انا عندي فكرة، احنا عايزين عيون وديت ديت وعايزين العيون. يعني ايه العيون؟ العيون الحمراء. لا العيون اللي بص يا محمد اقول لك حاجة يا صاحبي. ايه ده حاجات ونعمل فين؟ اقول لك احنا منتظر يا عم استنى، احنا عايزين نجيب العين، العين بتاعتنا. العين احنا خنازير ولا ايه؟ اسمع صوت خنزير يا عم. الخنزير اصلا جنبنا يا عم، انت مشفتوش؟ احنا مش خنازير. اصبر اصبر، فين العين؟ يا العين 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 المفروض تكون حمرا او بيضاء. هيطلع عيني على ما ده ايه. وصلوا ده 100,000 لايك يستاهل. وصلوا كده مش 100,000 لايك، اكتر من 100. عم ليه ما فيهاش كل حاجة؟ ما اعرفش ايه دوت. عايزين بجاكسة. انا عامل لك احسن بيت تعرف كده. سيبك من احنا مش محتاجين بيت، احنا محتاجين العين. بص انا استنى اجيب العين. العين 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 اصبر. العين 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 المفروض يكون لونه برتقالي. تصدق يا عم فين العين؟ يا عم بقول لك ما فيش عين. ديت عين؟ دي عين يا عم. التنين بيكون لونه عينه تانية. لا مش قصدي يا عين التنين. هي فين؟ انت بتنزل قدامك؟ هي المفروض بتنزل قدامك. هي فين العين الزرقاء دي ولا الخضر دي ولا زفت الستينة دي؟ طب عامل ايه؟ ايه ده انت كده نزل دي بتاعت روبوكس ديت يا عم. ودي بوت التنين. ودي عين التنين اصلا. سيبني بقى، سيبني الحته دي ممكن. سيبني الحته دي من بوابه التنين. ودي بوت التنين دي محتاجه واحد لعيب زي كده. كنت انا اصلا بلعب، كنت انا بعمل بوابه التنين دي قبلك، قصدي بوابه احسن واقدر اعملها كده. سيبني بقى الحته دي يا عم. استنى احط يلا اهو. ايوه ده طلعت العين الحمد لله. هنعمل بوابة. يا نهار يا نهار ابيض، احنا هنواجه التنين والله. حط ايه ده التنين جالنا. لا بس اهو ماشي. هنعمل ايه تاني؟ شوفوا صاحبي انا عملت اهي. البوابة صغيرة. صدق ده انت طلعت اخت. وانت بتقول لي بقى صغيره. خليها بص انا عملها لك كبيره احسن لي. ما عشان مكان المكان صغير. استنى انا اصبر اصبر اصبر. عرفت ازاي يا عم؟ انا عرفت اكتر منك. ما بص انا بعمل لك. بص بص بقى تلعبش إيه حاجه. ايه القرف ده؟ غافل منين؟ ادي هذا هو. بتمد اعمل البوابة. اعمل بوابة يا حاج. حوار يا ابو البوابة دي محتاجة حد لعيب، حد سريع فاهم. انا السريع. السريع من بس اسكت. يو اقفل منين؟ معرفش اتقفلت وانت مطل. معرفش اقفل منين. الله يا عم
بعدين لما اصلح الشباب عايزين نشوف انت هتعمل بوابة التنين ازاي. وريني وانا سافرتك القرف ده. بوابة التنين دي محتاجة حد يكون عامل بوابة كبيرة واكبر من كده. سد الحتة ده. يلا انت بقى حط بقى العين. العين هو التنين هيجنن بجد. ايوه هيجنن. استنى انا حطيت تحت زيادة. اعمل هي محتاجة حاجة تانية. ماشي يلا حط هات. يا محمد اللي بيحب او حطوا اي حاجة. حط احسن حاجة. يلا يا عم. يلا يا عم ايه البطء ده؟ انا اقدر احطها لك بسرعة عشان بس بدك. يلا يا عم انا مستعجل. عايز تجيب بقى عايز تجيب التنين ياكلك من رجلك. تتفضل يا برضه. استنى توقف في النص عرف. توقف في جهنم. يلا يا عم خلصنا. انا مستغرب ان بوابة التنين. انا هعمل بقى واحدة بقى كبيرة خالص. ماشي لا اعمل لنا بوابة التنين العملاق. اعمل لنا حجم الجهنم بقى. اخلص بقى. طول ما انا عامل بوابة التنين انا بقى اعمل لك بيت. بيت اسرع وقت. تعرف كده والليل اصلا قرب يليل. هديك ده انت هتجنننا يا عم. مين يا ابني اللي بيعمل كده؟ الناس هتلاقي كورين عارف. وده صوت اصلا بس مش هيبقى صوت الحقيقي كده. هليه تتكسر كده. دي كبيرة. دي كبيرة شوية يا عم. تعود كبيرة قوي. يلا شكرا. هحط لك العيون بقى عشان ده بقى كبيرة قوي يا ميدو. هتاخد وقت يا ميدو. واحدة حط اللي في اللي فاضية دي. حسب لحسين الدجاجة هي اللي تاخد تدخل جوه بوابة. والله بتاكل. يا عم انت يا لهوي. طب انا هنخلص الفيديو امتى بسبب كده؟ احنا بعد نص ساعة. خلاص يا عم خلاص. يلا فين بقى البوابة؟ انت هتعمل ايه طيب؟ فهمني يا ابني. لا تكون انت مش حاطط. حاطط كلها. ايه دول بيضحكوا علينا ولا ايه؟ انا مش فاهم حاجة. والله انت فاهم حاجة. انا عملت اكبر بوابة كمان. اللي حاول لما انت تحطها تعالى يا ميدو نعمل بيت. انا عرفت من الناس. انا هعمل بيت وريني كده. يوه خبرت الاعلانات اللي بتجن في كل بيت. ايه اعلان هي بالقرف ده لو في ايدك معرفش. استنى يوه هتحمل. يلا ايه بيت البيكاكس. البيكاكس راح فين؟ البيكاكس بيكس. ايوه جيب الدايموند. في دايموند او في دايموند. هات الدايموند. ايوه حطه بقى. يلا بره. يلا بس هنحط فين الدايموند؟ هنجيب. انا جت لي فكره. ايه يا ابني انت جبت لي فكره في دماغي. يا قال لك جهنم بايظه. خلصني يا ابني. ديت. ايوه عم موجوده. هم حاطين ديت كده. اوه يا لعيب. ايه ده كده عملت بجاكس خارق. ايه ده حصل؟ فين البيك اكس؟ يا ايه ده في بيك اكس ناري. ايوه والله حلو. جيب البيك اكس الناري ده ممكن يكسر لك كل حاجه قدامك كده. خلاص عرفنا. تعال انت هتتجنن. يلا اقعد يا ابني. الشباب عايزين واحد يروقهم كده رواق. يلا عامل انزل يا ابني انزل. خلاص ما لكش دعوه. ايه ده الحاجه نزلت خلاص. اوكي.
خلاص اعمل السلس. بعديها ننزل كده ايه احنا نطلع عم انزل يا عم ايه 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 طب ده ميدو جالك فكرة تانية يا عم. خلاص خلاص اقفل استنى تقدر تاني الحق شوف مش عارف هم ده عمالين يحفروا عندنا كده كتير يا ميدو. طب ما تجي يلا نلعب يلا بقى روبلوكس احسن الناس هتستمتع. لا انا يا شباب مش الدنيا عم هتلاقي الحته يا عم هجيب لك سرير سرير كده سرير سرير. وانا احنا لازم ننام اصلا يا عم من بدري. انت تعرف تعمله؟ لا ما اعرف. وانت فين السرير؟ ماما فين؟ لا هنا انا بل ماما ضاعت ظهر اللون احمر ده وانا لابس البلوكس. فين السرير؟ مفيش سرير يا عم انت بتضحك عليا واي كلام في البلاله. شو البلاله ده انت اللي بلاله يا عم. وين السرير بقى اللي انت حافظه؟ وريني يا عم. يا عم طلعت لك الكرافت ديت وحش يا عم. خلينا نعمل بيت وخلاص خلصنا احسن. اقول لها اعمل لك احسن بيت. طب اجيب لك تي ان تي؟ ماشي هفجرها هفجر التي ان تي ديت. يا ربي يا رب يستر. هو دايما كده ما بيبقاش فيه حاجات حلوه عايزينها. ايه ده استنى في حاجه استنى ايه دي يا عم مش التي ان تي. ايه دي ايدي 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 يا عم حصان عايز اركبه ولا دي مش عم ده مش حصان ده الظهر حصان لو بيتحط على ظهر. اي اهو شوف السير تي ان تي سرير يا شباب ده احنا هننام ازاي يا عم. هنفجر تي ان تي واحسن اقول لك انا هجيب اللوف. اي ايه العربية دي؟ انت بتعمل فيديو؟ وشاف كل ده جاي وسلام ميدو انا عامل الفيديو ده هيخلي الناس كلها تضحك.